مولود السرطان بدي أقول لك استبشر بالخير مع توافد الكواكب للعذراء، اطلب واتمنى أمورك ماشية بامتياز، أسبوع غني وواعد بالأفضل بالأحداث والأخبار الحلوة بالتغيرات المناسبة بالانتفاضات والمغامرات والفوائد الكتيرة يلي بتصب بمصلحتك، معلومات مهمة بتخليك تحلق بأسفار، كمان بتخليك تقلب الصفحة وتنطلق بكل تفاؤل ونشاط، مدعوم من الشمس، من البيت الثاني، من الأسد، من بيت المال، بتحمل لك ترقية، أرباح مالية ومناسبة مع ومناسبات وأمور معنوية، بتقدر تتواصل مع الغرب، يعني جمالك عم بيزيد مع تواجد الزهرة أيضا ببرج العذراء الصديق يلي بتسهل لك عمليات البيع والشراء والاستيراد والتصدير، أشياء كتير حلوة بانتظارك عزيزي السرطان، ألف مبروك. البداية مع وجود القمر ببرج الجدي المواجه لبرجك يلي بيحمل لك ضغوطات، تراجع، فشل وتراجع صحي، حزن، تسرع، انفعال وعدم استقرار، من الضروري انك تنتبه لعلاقاتك المهنية والعائلية والعاطفية، لكن رح تختفي كل هالأجواء المكهربة وبتخف الضغوطات مع وصول القمر المكتمل إلى برج الدلو يومي الأحد والتنين، في عندك ترويج ناجح لأعمالك أو شراكة تحت تأثير هالمربع الفلكي كمان للقمر يلي بشكل مثلث فلكي مع الشمس من برج الأسد وبيساعدك على ملفاتك، بتقدر تعيد النظر بكثير من الاستحقاقات، الضوء الأخضر معك لأنها مرحلة مثمرة وغنية ناجحة وربحة على كافة الأصعدة كان ماليا كان مهنيا ولا حتى عاطفيا. تتابع الأحداث الحلوة مع وصول القمر لبرج الحوت المائي الصديق لك يومي الثلاثة والأربعة، أيام ممتازة حلوة وناجحة جدا بقوى نجمك وبتتلقى الأخبار المناسبة والمهمة والسارة من الخارج، أو بتقدر تسافر برحلة عمل أو استجمام، ما تفقد الأمل، تابع سابر، أجواء إيجابية جدا بترافقك وبتخدم مصالحك. بيتبدل الوضع الفلكي، بتهدى الأمور وبتدخل بدوامة فلكية مع انتقال القمر لبرج الحمل يومي الخميس والجمعة، يومين هشين نوعية وقت ضعيفة، ما تجازف لأنك بتفتقد للحماية الفلكية والحصانة، كن مرن جدا، كن دبلوماسي بالتعاطي مع الآخرين ومع الظروف الحرجة. عاطفيا ممتاز، أسبوع جيد رومانسي بامتياز، عاطفي ناري كعاطفي وتحت مباركة الكواكب كوكب الحب من برج العذراء يلي رح يخليك تعرف لقاء حلو، لقاء ناري، لقاء مشوق ممتلئ بالسحر والنشاط، بتكون شغوف بالناس وبكل الناس اللي بتتعرف عليها من جديد أو الناس اللي بتحبها. أما العازب رح يتحدث كوكب الحب عن ارتياح وعن تقدم بعلاقتك ومساعيك المصالحة بالتفاهم يلي بتاخدك للجرأة لتقديم البراهين عن حبك للحبيب، وممكن يكون في عندك زواج أو خطوبة ورح تلاقي تبادل للحب والعواطف من قبله، ألف مبروك كمان للسرطان.